بيقول لك حقائق ومعلومات عن شجرة الكريسمس. عادة الاحتفال بالكريسمس أو العادة نفسها ظهرت لأول مرة في ألمانيا وانتقلت بعد كده لبريطانيا في عهد الملك جورج الثالث. سنة 1659 صدر قانون بمنع الناس من الاحتفال بتزيين شجرة الكريسمس، واعتبروا ده تدنيس لحدث مقدس، واستمر القانون ده لحد القرن 19 تقريبا. في القرن 17 وال 18 كان ناس كتير بيلزقوا شجرة الكريسمس بالمقلوب في سقف البيت، بتنزل من السقف وتبقى قمة الشجرة هي اللي نازلة لتحت. أول ظهور لشجرة الكريسمس في الولايات المتحدة الأمريكية كان سنة 1747، وظهرت تحديدا في ولاية بنسلفانيا، وكان سبب الظهور أن المهاجرين الألمان اللي استقروا في أمريكا هم اللي يعني بدأوا العادة، ولكن الأمريكان ما كانوش معترفين بيها وحسنها حاجة دخيلة على الثقافة الأمريكية. لحد بداية القرن العشرين بدأوا يقتنعوا بالموضوع وبقوا بيزينوا البيوت بشجر الكريسمس. سنة 1890 ظهرت الأنوار اللي بيتم استخدامها لتزيين شجرة الكريسمس لأول مرة، يبقى أول مرة الشجرة نورت سنة 1890. أما 1901 تم حظر شجر الكريسمس في أمريكا حفاظا على البيئة وبسبب قطع الأشجار الجائر. في الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم البلاد بيتم تزيين شجرة الكريسمس بالأنوار والكور والألعاب الصغيرة، ولكن في ألمانيا زمان كانوا بيزينوا شجرة الكريسمس بالتفاح وعين الجمل والبندق واللوز والفطائر الصغيرة المصنوعة من اللوز والسكر. أوكرانيا وبولندا فبيتم تزيين شجرة الكريسمس قديما باستخدام خيوط العنكبوت الصناعية وألعاب على شكل العناكب. من 1947 كل سنة النرويج بتهدي لندن شجرة كريسمس كبيرة كتعبير عن الامتنان للمساعدة اللي قدمتها انجلترا ليهم خلال الحرب العالمية الثانية. كل سنة في نوفمبر بيكون في احتفال كبير في النرويج لقطع الشجرة اللي هيتم ارسالها لبريطانيا في شاحنة بحرية كبيرة. شجرة الكريسمس في وقت قطعها بيكون عمرها تقريبا 15 سنة، وفي امريكا بس كل سنة بيتم قطع 30 مليون شجرة صنوبر لاستخدامها كشجرة كريسمس. أكبر شجرة كريسمس في العالم موجودة في إيطاليا، طولها 640 متر. واو. وفي سنة 1950 تم تسجيل الرقم القياسي لأطول شجرة كريسمس في جينيس ريكورد، وكان طولها 67 متر. لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 90 90، والشجرة اللي هي الأطول شجرة كريسمس هي الصناعية وليست حقيقية، بس علشان نبقى عارفين.